هذا المناخ اللي احنا فيه ضريك بالنسبه لنا احنا، لان احنا كنجيبوا العشوب لا من الباديه من الصحراء، يعني خاصنا تعود السحاب. لو ما عاد في العام السحاب ما يمكن عندنا يكون اقبال، والله ما كان مطر عندنا الكسكس، لما كان المطر والله شي. منين اللي نجيبوا سميتو واي، منين اللي نجيبوا الزرع باش نصلحوا؟ احنا عندنا الزرع والقمح وفارينه، كلا نجيبوها من الجرادي ديال النساء، والنساء الخاصه بهذا الشيء هما اللي كيجمعوا العشوب، وهما اللي كيوقفوا في الزريعه، وهذا الشيء اللي نعدلوا حنا كامل ويطحنوا. الماء كنا كتحفر البير ديالها على حسابها، ما كيحفروناش هما، حنا نحفروا كنا يحفر البير ديالو على نفسه. الماء الحمد لله عندنا قريب، الا حفرته قريب عندنا 3 متر و 4 متر و 5 متر تجبر لنا. الساقيات هما اللي عندنا حنا، يعني الماء موجود الحمد لله. الاليات والفلاحه كيقبضوا لنا حنا، كنقبضوا رجاله هما اللي يزرعوا لنا، هما اللي يصلحوا لنا. ذا لا ما قد دعمتنا احنا في لحم عمرها، دعمتنا على المياه ولا ذا. المياه ما كيشكل لكم مشكل في المنطقه؟ كتشكل مشكل، ولكن كل واحد عنده ارض. احنا درك النساء عندنا كلها عندها ارضها، انا عندي ارضي نزرعها ونعطيها بالنسبه للجمعيه، هذيك عندها ارضها، كل واحده بالارض باش نشرو من عندهم. بالخصوص بعد النساء اللي شتانا في طاطا كيديروا التكوينات وكيمشيو يحضروا دائما للتكوين، ولكن الامكانيات اكثر من التكوينات. مهما نديروا التكوين باش لا يديري ذاك، خاصك الامكانيات باش لا يديري مساعدة، خاص الفلاحة تعطينا احنا دعم، تعود احنا نستفادوا منه النساء اللي ورانا. ما هو التكوين هاني تكونت وباش غادي نجيبوا لهم الوسائل اللي عندهم هما في هنا في الداخل، ما هو عندنا احنا في تما في الصحراء، عندنا شحال من حاجة ناقصة. صعب الطريق، تعرف الطريق الطويل اللي بيننا حنا، منين بغينا نمشي نجيبوا شي حاجه خاصنا نمشي للمدينه حدنا نشرو من هذاك اللي باغي نشرو باش نصلحوا حنا به. بالنسبه للالات اللي عندنا نخدموا بهم، بالنسبه لكل شيء خاصنا نتسوقوا من بلاد ما هو بلادنا، وحنا منطقه صحراوي بعيده عن المدينه وعن الحضاره مولي، يعني جمعيات اللي فهم كامله تعاني من هذا ناقل معدات وفي بعيد الطريق وياسر من مسائل. حمدنا الله. يفعلوا لنا انهم يعودوا يساعدونا احنا، كل جمعيه يساعدوها بشي باش، ولو ما يساعدونا كاع بالنقود ولا شي، يساعدونا يكون بالتجهيزات وبالالات. لو ساعدتنا بالالات ذاك الشيء راهي نقضت نساء ياسرت. بالنسبه للجمعيات كامله التسويق قليل، الانتاج كاين غير تسويق قليل، لما تسوقنا في المعارض ما عندنا منين نتسوقوا.